السلام عليكم أحبائي، فيديو جديد ونهار جديد. اليوم إن شاء الله هنعطيكم واحد الكوماج رائع رائع خطير، أنا كنستعمله شخصيا، له فوائد رائعة، زائد واحد الماسك خطير خطير في توحيد اللون. المكونات اللي هنحتاجو في هذا الماسك، هنحتاجو دانون مسوس، هنحتاجو للنشا الذرة، ونحتاجو الحليب مجفف، ونحتاجو السكر حبيبات، والماء الورد. اول حاجه غنبداو بها باش نعدلو داك الماسك، ضروري اننا نديرو واحد القماش لوجهنا. انا غنشارك معكم اليوم احبائي هاد القماش اللي كنستعملو انا شخصيا، وكيعطيني واحد النتيجه رائعه لوجهي، كنحس بواحد النعومه رائعه رائعه. هي ما نقولوش بان ترجعوا الرطوبه ديال الاطفال الصغار، وانما واحد النتيجه مرضيه اللي تعجب كل واحد. المهم قبل ما نبداو في هذا الكوماج، بالنسبه انا نعطيكم نطبق لكم هاد الوصفه وهاد الكوماج على يدي، نتوما تستعملوه للوجه والبشره ايضا. فاول حاجه كنغسل وجهنا، يعني بما انني غنطبقو على يدي غنفزق يدي، يعني غنغسلها بالماء عادي ديال الصنبور، ماء بارد صافي. هنايا ناخذ واحد شويش من سكر حبيبات، انتم كتشوفوا غير شويش، ضروري ما تستعملوا الماء اثناء باش نعدلوا داك القماج، لان كنتم كتعرفوا السكر حبيبات الا ما عدلناش مع الماء يقدر يجرحنا في البشره. وكنقوموا بدوائر كيف ما موضح في الصوره، دوائر بسيطه وناعمه على البشره. كنبقاو كنديروا داك القماج على البشره ديالنا غير بشويه، وحنا بمساعده قليل من الماء كنبقاو نديروا داك القماج لمده تقريبا واحد 3 دقائق حتى ل 5 دقائق، وفيما نضيفوا السكر حبيبات ضروري ما نضيفوا، كنقول لكم مساعده بالماء، يعني كنضيفوا شويه د الماء، يعني حنا كنديروا داك القماج والسكر كيدوب معنا على وجهنا. وضروري كنقوموا بديك العمليه كيف ما قلت لكم غير بشويه باش ما نجرحوا البشر ديالنا. صافي هنا كيف ما كتشوفوا كنبقى كندير داك القماج، كنحك كاع دوك المناطق، خصوصا كنركز على المناطق اللي كتكون غامقه عندنا في الاصابع، حتى بالنسبه للوجه غير كنتفاداو هذيك المنطقه الحساسه اللي كتكون تحت تحت العينين عفوا. صافي هنايا كنبقى نقوم بهذيك العمليه تقريبا كيف ما قلت لكم مده 5 دقائق. ومن بعد من كدوز هذيك 5 دقائق كناخذوا الحليب مجفف بلا ما نغسلو يدينا، يعني بلا ما نغسلو وجهنا، يمكن كنستعملوه لا يدينا او لا وجهنا، يعني ما كنغسلوش، وثاني اذا كتكون باقا لا يدينا كناخذ واحد شويه ديال نيدو، يعني حليب مجفف، وايضا كنقومو بنفس العمليه بدوائر يعني خفيفه وناعمه على البشره. نتوما كتعرفوا نيدو عنده واحد الفوائد عديده، واهم حاجه كيعطيك واحد النعومه خطيره خطيره على الوجه. صدقوني بان هذا الكوماج رائع، انا كنجربه شخصيا على وجهي وكنوصل لواحد النتيجه اللي كتعجبني الصراحه. هذا الكوماج غزال غزال بزاف وبسيط، مكوناته بساطين موجودين في اي منزل، يعني انا ما عطيتكم شي مكونات اللي ما موجوداش. صافي هنايا من بعد ما كنقومو بنيدو، يعني كنديرو داك مساج خفيف بنيدو، بعد مرور واحد 5 دقائق على القماش وانا كنقوم بواحد العمليه دائريه خفيفه وناعمه على البشره وعلى اليد وعلى العنق. صافي هنايا كنغسل يدي وجهي بالماء دافئ، يعني ماء البروده ما يكونش سخون، باش كنحلو هذيك المسامات باش كتستقبل
كاع المكونات ديال الماسك اللي غنحضروا الان. صافي هنايا كناخذ واحد الاناء وكنوضع فيه واحد الملعقه صغيره من الحليب مجفف اللي هو نيدو، وانتم كتعرفوا نيدو عنده واحد الفوائد كبيره على البشره، فيه واحد مجموعه من الفيتامينات المهمه ومصادر مهمه للبشره اللي كتعطيها واحد النضاره وكتعطيها واحد النعومه رائعه. وايضا كنضيف على هذا المكون كنضيف واحد الملعقه صغيره مملوءه جيدا من دانون ياغوت طبيعي بدون سكر، فهنا كتبقى الكميه على حسب عدد الافراد وشكون اللي غيستعملو. الا كنتي غتستعملي غير انت بوحدك من الاحسن تستعملي غير هذه الكميه اللي قلت لك انا، ومن الاحسن ما تحتفظوش به في الثلاجه. وكنضيف عليه ايضا ملعقه من النشا الذره، وايضا كنضيف واحد جوج معالق صغارين من الماء الورد. انا عندي هنا الماء ورد طبيعي مقطر الخاص بالتجميل، ضروري عندكم توضعوا الماء الورد ديال الخاص بالحلويات حيت هو فيه نوعين. صافي هنايا كنبدا كنحرك كل المكونات كنمزجهم مزيان حتى كيتجانسوا وكيرجعوا على شكل كريمه. صافي هنا من بعد كنبدا كنطبقها على البشره ديالي على الوجه وعلى العنق، يعني ضروري عندك تنساو كنقولها ونعاودها ما تنساوش عنقكم، يعني ما ديروش في وجهكم وفي يديكم وتنساو العنق لانه حتى هو مهم بزاف. فعنذكركم بعض الفوائد ديال النشا، فالنشا كتمتص ديك الزيوت الزائده اللي كتكون على البشره وخصوصا اصحاب البشره. كيف ما قلت لكم فالنشا مهمه بالنسبه لاصحاب البشره الدهنيه، فهي كتمتص كتسد هذوك كتقوم بتضييق المسامات وكتزول هذوك الزيوت الزائده، خصوصا الناس اللي كيعانوا ومساكن من الحبوب يعني البوتور. وايضا كتقوم بتوحيد اللون والترطيب ديالها وكتزول كاع التصبغات الموجوده على الوجه، خصوصا الاثار ديال الحبوب واثار ديال الشمس، خصوصا دابا في فصل الصيف خصنا ضروري نهتموا بالبشره ديالنا لان كتحتاج هاد النوعيه ديال الماسكات والعنايه واحد العنايه كبيره بزاف. اما بالنسبه لماد الورد حتى هو عنده تقريبا نفس الدور، حتى هو كيقوم بتضييق المسامات، وايضا فيه مجموعه من الفيتامينات على مثالها فيتامين د وفيتامين الف وفيتامين ب 3، وفيه واحد المعادن كبيره وقويه بالنسبه للبشره واللي كتكون ضروريه بالنسبه ليلى. صافي هنا من بعد ما طبقت هذاك الماسك كيف ما قلت لكم على الوجه ولا عنقي وعلى وجهي ولا عنقي وعلى يدي، فانا كناخذ وكنخليه تقريبا ثلث ساعه، ضروري ما تخليوه ثلث ساعه، ضروري من تكونوا عاود من تعدلوا الماسك ماشي تبقاو تضحكوا اولا شي حاجه باش ما ينعكس عليكم ويدير لكم التجاعيد في وجهكم. من بعد كناخذ واحد القطن وكنفزقوا بالماء بارد، خص ضروري يكون بارد باش كنسدوا هذوك المسامات، وكنقوموا بواحد الحركات دائريه يعني بحال واحد المساج ثاني للوجه. انتم كتشوفوا يدي كيفاش رجعت اللون ديالها كيفاش كان وكيفاش رجع. من بعد ما عدلت هذاك المساج الخفيف على وجهي بالقطن اللي كيكون فيه ماء بارد جيدا، ومن الافضل انك توضعي فيه شويه ديال الماء ما يكون من الثلاجه من الافضل. صافي هنايا انتم كتشوفوا راني غسلت يدي غسلت وجهي، انتم كتشوفوا ما بغيت نعمل في يدي الشمال باش تشوفوا الفرق، شوفوا الفرق بين اليد اللي درت عليها داك المقوماج واللي درت عليها داك الماسك واليد اللي ما درتش عليها، انتم كتشوفوا الفرق واضح واضح واضح. هذه عملتها غير اول مره وتشوفوا كيفاش النتيجه كيفاش رائعه.
فهي صدقوني بأن هذا الماسك إن شاء الله جربوه، فهو كيعطي واحد النتيجة غزالة غزالة بزاف. صافي هنايا من بعد ما غسلت يدي مزيان بالماء بارد، فأنا خديت أي مرطب موجود عندكم، أي مرطب وكنرطبو به البشرة ديالنا، أي مرطب، فأنا خديت هنايا شوية ديال زبدة الشيا اللي سبق لي شاركتها معاكم. كنتمنى إن شاء الله يعجبكم هاد الماسك وهاد القماش اللي عطيتكم، وإن شاء الله تجربوه ويرجع معتمد عندكم إن شاء الله. هانتوما كتشوفوا، كنتمنى إن شاء الله يعجبكم. دائما كنقول لكم كنودعكم، وكنتلاقاو إن شاء الله في فيديو قادم إن شاء الله. وقبل ما نودعكم دائما كنقول لكم ضغطوا على رمز الاشتراك وفعلوا لنا الجرس باش يوصلكم جديد قناتي، والسلام عليكم فيديو جديد.